باسكت 100% باسكت. نتائج تحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية، الجهوية والوطنية مع عبد الله الحطاب على الحياة فام. مرحبا بكم مجددا لحداش بعد الثمانية، اكيد مواصلين معكم مستمعينا الكرام حتى للعشرة متاع الليل. شكرا على الاستماع، خاصة 93 راديو الحياة فهم للصح اختياركم لهذه الإذاعة كل نهار اثنين، أكيد 100% باسكت كما قلت منذ قليل. للأسف اليوم مش كون آخر حصة في البرنامج، إن شاء الله نرجع لكم في موعد جديد إن شاء الله مع رجوع البطولة في شهر سبتمبر. برشا جديد إن شاء الله ينتظر فيكم على البرمجة الجديدة، خاصة مع عودة البرنامج هذا في سبتمبر مع عدة ضيوف أخرين. وأكيد مسلم للأسف اليوم يعني رغم العمر الصغير للبرنامج هذا القارة وجه كبير، وبرشا يعني عبادة اللي قاعدة تتبع في البرنامج هذا وبرشا تشجيع كبير. والله صحيح عبد الله، بصراحة أنا واحد من الناس أو معناها رغم اللي كما قلت أنت الفترة قصيرة، أما بصراحة برنامج هاي الياسر برنامج القاصة ده كبير، الناس تعودت به بصراحة، مش خالي كل نهار اثنين ولا الناس برونشي على تحب تتبع شوما في الباسكيت شنية آخر المستجدات. تجربة كانت بصراحة ممتازة جدا جدا والأولى معناها خاصة في اختصاص كرة السلة. مشكورين الأولاد اللي خدموا معانا الكل بصراحة، نحب نوجه لهم تحية يعطيهم الصحة ما قصروش، زادة ناس كومبيتون، ناس تحب تنجح الحاجة ومغرومة، يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. يعطيك الصحة أنت عبودة ما قصرتش وكل مرة تحاول تجتهد، وبصراحة احترافية بيتم معنا الكلمة، وإن شاء الله نرجع لهم في وجه جديد وفي جو آخر إن شاء الله سيزون جاي اللي تكون طالع خير على الناس الكل إن شاء الله. والهدف متاعنا مسلم هو خدمة الرياضة خاصة كرة السلة التونسية بالأخص، وكذلك خدمة الشبيبة الرياضية القيروانية بالخصوص، وملف الشبان كما قلت إن شاء الله مع عودة البطولة في شهر سبتمبر. برشا رؤية جديدة، برشا أفكار جديدة إن شاء الله باش نطرحوها، وبرشا توجهات جديدة باش نزيدوا نرتقي أكثر بالبرنامج وكذلك بالرياضة خاصة رياضة العمالقة كرة السلة. نرجع لأبرز المحاور نذكر بهم بالنسبة للي يلتحقوا بنا الآن على راديو إذاعة الحياة فهم، خليكم برونشي على 93، ولا اللي يحب يتابعنا على الصفحة الخاصة للفيسبوك صوت وصورة أبرز محاور الليلة. باش نرجعوا لأهم ما صار في البطولة الوطنية والترتيب الكامل، وكذلك حوصلة لأهم الفرق اللي برزت هذا الموسم. الحديث على النهائي إن شاء الله المرتقب الأسبوع هذا في كرة السلة النسائية بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي ونادي شرطة المرور، وكذلك نسلط الضوء على ملف الشبان وشبيبة القيروان والاستحقاقات القادمة وعدة مواضيع أخرى تباعا في الحصة. في البداية باش نبدأ مسلم كالعادة بحوصلة لأهم ما صار في البطولة التونسية. البطولة فات عرفنا شكون صاحب الثنائي الاتحاد المنسيري، مبروك لي مرة أخرى، وشكون اللي نزل الدرجة الثانية نجم حلق الواد إن شاء الله يكون موجود في الموسم القادم، وكذلك الملعب الصفاقسي كذلك إن شاء الله نتمنى لهم حظ موفق في الموسم القادم. نرجع في البداية للبطولة متاعنا، الفريق اللي تحصل على الثنائي الاتحاد الرياضي المنسيري، الفريق صاحب المركز الأول اللي في البداية في المرحلة الأولى ما بديش بداية قوية برشا، لكن في المرحلة الثانية الاتحاد المنسيري اللي عز صفوفه بعدة لاعبين ممتازين خاصة الأجانب، والهدف اللي رسمه في الأخير تحصل عليه. صحيح عبد الله، نحب قبل كل شيء بالله نحب نترحم على اخو اختنا وبنتنا لعبت الشبيبه الرياضيه النسائيه قيروانيه عبير الحداد اللي اخوها توفى الاسبوع هذا، ان شاء الله ربي يرحمه وربي يجعله من اهل الجنه وربي يصبر كل عائله عبير، وان شاء الله انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه. بالنسبه لاتحاد المنسيري يا عبد الله، ما نتصورش انا كان فما نتيجه خير من نتيجه هذه، ذول بصراحه موسم استثنائي، ناس تحس كل شيء مرتب كل شيء منظم، فما استراتيجية في الخدمة، أعطوا كل صغيرة وكبيرة معناها حضروها كسوة للمسؤولين وإلا الناس اللي المسؤولين حطتهم في المكان المناسب، يعني كسوة لاعبين، الاختيار متاع اللاعبين كان ممتاز جدا خاصة الأجانب، الإطار الفني كان كفء يعني، وإطار فني اللي رسمه يعني الاتحاد المنسيري وصلوا الإطار الفني يعني نجم نقوله كان موسم ناجح. ما نتصورش الاتحاد المنسيري نجم يكون خير من هكا، يعني الموسم هذا يقعد استثناء للاتحاد الرياضي المنسيري، يعني عن جدار ثنائي والبال اللي هو عنده يعني سنوات هو يجري وراها معناها خلطت لها السنة هذه، وعنده استحقاقات قادمة اللي هي
البطولة العربية في المونستير واللي هو المشاركة في السلام. يعني كأس العالم هذه ذولي اتحاد المونستيري ما نصورش فما خير من هك. هو بعد فريق النجم الساحلي يتحصل على البطولة الفريقية، فريق الثاني اللي هو الاتحاد الرياضي المونستيري أول مرة في نسخة يعني ثلاثة كأس وبطولة والبطولة الفريقية. أكيد مسلم فما ملعبية باش ما نظلموش يعني بعض الأسماء، وانت تعرف تبعنا يعني البطولة موسم كامل، فما ملعبية اللي بصراحة عاونوا برشا فريق الاتحاد المونستيري، برشا ملعبية جراسة البعض الملعبية اللي أعطاوا يعني من جهدهم، وفما ملعبية رغم الإصابات اللي وقفوا، فما ملعبية ساعات في بعض المقابلات اللي هزوا على ظهرهم المقابلات هذية. أكيد باش نسمي لك أنا اسم بركة وخلي لك أنت البقية اللي ربما باش ما يقولوش ظلمنا شخص، رضوان سليمان معروف نحطوه على شيرة ذكا يعني من غير جدال. فما ملعبية أخرين برشا عباد يعني الجمهور يقول لك متفرج فارس، برشا ملعبية ساعات كترعى ترى الخدمة اللي خدمها في التيران، برشا عباد ما ترايش الفني هو اللي يعرف الخدمة هذيك، وأكيد تعرف أنت على شكون نقصد. بصراحة أكيد يعني ديما احنا كنت فرجوا بعين الجمهور وعين المشجع، ديما عينينا الناس كل في أي رياضة ديما عينينا على حط الكرة في الشبكة وعلى الفينيش توف عليه، ما نشوفوش قبل ما توصل الكرة يعني الوقت ذاك شكون قام بالالتقاط، شكون وافق، شكون يعني خرج اللعبة ذاك في وضعية جيدة، شكون عطى أسيست، شكون اللي لعب ديفونس يعني به، وكان يعني فما كوميونيكاسيون في الخدمة وفما يعني ترتيب جيد. هي لعبة جماعية يعني الواحد يماركي اما جراسة الخدمة متاع الاربعة اللي معاه ومتاع يعني فما كوادر في الفريق بصراحة اللي هما يعني ما نجمش ما نذكرهمش، كما فما فراس الحياني اللي شفناه يعني خاصة الفترة الروتور يعني من بعد ما قصت البطولة ورجعت، شفنا فراس بعد العملية الجراحية رجع فراس يعني ما شاء الله المستوى متاعه وحتى أفضل. شفنا أسامة المرناوي يعني زاد أكد الحيوية متاعه اللي مشي خرج منها خرج عليها من شبيبة القيروان والموسم الاستثنائي اللي عديه. شفنا مختار غيازة زاد ما يعني ما قصرش اللي هو واحد من الأعمدة متاع الفريق. محمد العباسي زاد في الخطوات الأخيرة خاصة نهائي البطولة ونهائي الكاس وبعض المباريات كان بصراحة زاد عاون الاتحاد المونستيري وقت اللي لقى مونك تحت السلة ونقص في مراكز 4 و 5 إلا ولقى العباسي يعني خاصة لقاء الزهرة في الزهرة لقاء الأخير متاع البطولة لقى محمد العباسي. هذا من الكل بصراحة كما قلت برشا برشا عبد الله يعني الفريق الاتحاد المونستيري مزيج بين كبار وصغار أما الكل اللي تعاول عليه تلقاه. أكيد بعد الاتحاد المونستيري الفريق الثاني المتحصل على المركز الثاني فريق الزهرة الرياضية. الزهرة الرياضية يظل لي عبد الله عمل نهائي بطولة يطمح الحاسب، احنا ما شفنا وتابعنا الناس كل الزهرة الرياضية سنة تطمح باش تحصل يعني واحد من الألقاب يعني كاس بطولة. الفريق الأجدر هو اللي فاز بالبطولة، كان يعني تعرف عبد الله المراحل الأخيرة من البطولة الاتحاد المونستيري والزهرة كانوا متقاربين لبعضهم، اما الاتحاد المونستيري في الفاز الثانيه نتاع البطوله عزز الرصيد نتاعه وزاد يعني من الامكانيات نتاعه يعني المدربين ستاف تكنيك واللاعبين، فالزهره ما نتصورش يعني هذيك هي النتيجه اللي يستحقها يعني مركز ثاني يظهر لي مناسب للزهره الرياضيه. فريق اللي تحصل على المركز الثالث اللي يعتبر المفاجاه رغم الصعوبات بدايه الموسم وهي التسيري فريق الملعب النابلسي. صحيح الملعب النابلي هو كما قلت عبد الله مفاجأة يعني بصراحة من اللي كان شفناه العام بداية متعثرة وبداية يظهر لي آخر من آخر نوادي اللي رجعت للتمارين السنة هذه، شفناه كان اللحظات الأخيرة يلعب باش يتأهل للمرحلة التتويج، بعد نشوفوه يكمل ثالث في البطولة يظهر لي الملعب النابلي نتصور أنا حتى النتيجة اللي رسمها اللي رسمتها الإدارة نتصور المركز الثالث أكثر من الهدف اللي رسمته الإدارة في المصاعب اللي شفناها يعني أول الموسم رجعت الملعب النابلي متأخرة وزيد كانت قابة قوسين أدنى يعني بين ثلاثة فرق باش يتأهلوا واحد منهم سادس للمرحلة التتويج. شوفوا الملعب النابلي كمل ثالث هو اللي أحسن نتيجة ومفاجأة كما قلت. أكيد المركز الرابع النجم الراسي بعد ما تدب يعني عديد الأسماء والأجانب وتعرف أنت يعني أصحاب الخبرة ربما مسلم إصابة اللاعب الارتكاز الملعب النابلي لاعب النجم الساحلي سابقا حمدي براع ربما فقد النجم الراسي التوازن نتاعو، نعرفوا قيمة حمدي براع الفريق اللي تحصل مؤخرا على المركز الرابع.
صحيح النجم الراتسي يعني نتصوره كان ينجم يكون كان بعنوان كان بالامكان افضل مما كان، لانه بصراحه عنده ديكس عنده اجانب بصراحه ممتازين. يعني جاستن شفناه من 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 احسن من احسن يعني الريكروتمون اللي دخلوا لتونس، الاجانب اللي دخلوا لتونس. رصيد بشري زاد لاباس به، صحيح مراد يعني صحيح شفنا لاعبين المنتخب موجودين، فما يعني وعلاق قنوني بصراحه ممكن نخلى عليهم بلاصه حمدي براعه، انه صحيح كان فما كيلير بشويه سيرتو تحت السله نجم الراتسي تقلق شويه، وشفناه هز الملعب النهائي يعني هز الزهره الرياضيه في النصف النهائي يعني مباراه فاصله. فنتصور انا نجم الراتسي كان بالامكان افضل مما كان، يعني في الرصيد البشري اللي عنده والظروف اللي وفرتها الهيئه المديره. صحيح فما تغيير في الإدارة الفنية، يعني بدأ مدرب بعد غير مدرب، جاء مدرب أجنبي وبعد جاء كوتش رياض بن عبد الله. هذا الكل أثر شوية على زيد البطولة، وقفت شوية في المدة الأخيرة. هذا الكل يعني النجم الراتسي قبل توقف البطولة نوع النجم الراتسي من الجمعيات اللي تضرت في إثر توقف البطولة. نتصور العوامل هذه كل خلت نجم الرياضي الراتسي كمل في المرتبة اللي هو نتصوره كان يطمح باش يكون أكثر من المرتبة الرابعة. هذا الرباعي اللي أسس الدور النصف النهائي للبطولة الوطنية، باش نحكيو على الستة فرق الأخرى اللي لعبت مرحلة تفادي نزول، منهم زوز فرق اللي كانوا في المرحلة الأولى من سوداسي البلاي أوف، ثم تحصلوا على المراكز 5 و 6 لعبوا البلاي أوف، في الأخير شبيبة المنازة اللي تحصل على المركز الخامس، يعني فرق الأهداف فرق النقاط على شبيبة القروان يعني بلس 30 وشبيبة في بلس 29، المنازة اللي تتحصل مؤخرا في ترتيب على المركز الخامس. فريق ذايا فريق يعني ممتاز، فريق محترم جدا، عنده لاعب منسق لاعب من طراز عالي جدا، ممكن اللاعب الأجنبي اللي عاون برشا الفريق ذايا مع ولد الحماير طارق وشقيقه اللي قدمه مهدي بن غني لعب الارتكاز غني عن كل تعريف اللي عاون، وعدة لاعبين مع مدرب عطاي العويش محنك. الفريق يعني ضمن البقاء وتحصل على المركز الخامس. صحيح شبيبة المنازة تصور مركز مشرف المرتبة الخامسة، فيو انه هو يعني فريق في لعب مرحلة تفادي نزول، يعني مش سوبر بلاي مش سوبر بلاي اوت، يعني مرحلة تفادي نزول الاولى. المجموعة هذه عبد الله لو نلاحظوا شبيبة المنازة تخدم في صمت، ونفس المجموعة تخدم مع بعضها من سنوات، يعني تو نشوفوا مهدي بن غنية وولاد الحماير وكل يعني عندهم مدة اللي هما في شبيبة المنازة، فما استقرار في الرصيد البشري، حتى كيكون فما نجون مع ياخذوه يأقلموه فيه ساعة يتأقلم مع الرصيد البشري. فما حاجة ممكن تنجم تكون خدمة شبيبة المنازة، يعني شبيبة المنازة لعبة البلياوت عندها سوفل متاع بلياوت يعني تعودت فيه انه الخامس والسادس ممكن اللي نزلوا من مرحلة التتويج دخلوا طول في معمع بتاع سوبر بلياوت، هذه تنجم تكون حاجه من الحاجات اللي خدمت شبيبه المنازه باش يعني خليتها تكمل خامسه. كما قلنا يعني فارق النقاط المدفوعه والمقبوله هي اللي فصلت، اما شبيبه المنازه يعني بصراحه فريق محترم، اجانب محترمين، مدرب زاد يعني من خيره المدربين الموجودين. نتصور شبيبه المنازه من الفرق اللي تتسمى عملت مرتبه مشرفه ومرتبه يعني مرضيه. واضح هذا بالنسبه لشبيبه المنازه. المرتبه السادسه لشبيبه القيروان. شبيبه القيروان من الفرق، خليني نقول عبد الله، من الفرق اللي ممكن تضرت شويه من هذه الفورمولا الجديده نتاع السوبر بلاي اوت، اللي هي بصراحه فيها شويه ريسك يعني خاصه للجمعيات اللي تلعب بلاي اوف وبعد تلقى روحها يعني في الصراع نتاع تفادي النزول. اما الشبيبه تتسمى يعني الشبيبه كملت مرحله البلاي اوف المرتبه السادسه مرحله البلاي اوف. وانا نخالفك الراي مسلم، اللي ضر الشبيبه مش مرحله تفادي النزول، لا اللي ضر الشبيبه ومسؤولين الشبيبه. خليني باش لعبت الكل تعرف. لا باش احنا توا نحكيو فنيا الشبيبه، فريق الشبيبه كله هو كمل مرحله البلاي اوف في المرتبه السادسه، توا كي تجيو تشوفونا قوه في المرتبه السادسه قعد تقريبا في نفس الترتيب. صحيح تقول لي المرتبه هذه الشبيبه تستحق مرتبه كانت نجم افضل وكان بالامكان افضل مما كان، اوكي معاك. كي نرجعوا نشوفوا الجزئيات اللي تعادت بها الشبيبه من اول الموسم من
أول توقف للبطولة وبدأت من غادي الجريف، بدأ بعدها تغيير الإطار الفني، بعدها خروج رئيس الفرع، بعدها يعني خرجت فما لاعبين كما سلام العجمي وبعده الأجنبي خرج، تغيرت شوية للملامح متاع الفريق، رجعت الحاجات هذه السلبية شوية مع الظروف المادية الصعبة، خلينا نكونوا زادة واضحين عبد الله وصريحين للجمهور متاعنا، لازم نصبروا شوية على خاطر راو نتصور أنا من عنا توا 4 أو 5 هيئات تعاقبوا على الشبيبة، ما فماش رضا على صحيح. حتى شخص صحيح راو ما نقولكش أنا الناس هذا تنجم تكون مقصرة، تنجم تكون فما حاجات ما قامتش بها الدور اللي جاء على خاطره ما قامش بيه، صحيح الجمهور يقولك أنا ما نصبرش، صحيح قلة الموارد المالية الشحيحة الموجودة توا، أما احنا لازمنا نعرفوا نكونوا عقلانيين شوية، الشبيبة عانيت سنة من قلة الموارد المالية اللي هي فما منح وفما يعني بعض المدعمين ما دعموش، فما يعني حاجات أنا ممكن نجهلها زادة ما صارتش، أما في المصاعب اللي تعادت بها الشبيبة صحيح كان عام ينجم يكون أفضل مما كان بعد ما تعمل سلسلة متاع 10 على 10 يعني 10 فوز، بعد تلقى روحك تصارع من أجل تفادي النزول، صعيبة على المشجع، صعيبة على المحب، صعيبة على حتى اللاعبين نفسهم وعلى اللي دايرين بيهم المسؤولين يعني والناس الكل، ان شاء الله ناخذوا العبرة من الموسم هذا، وان شاء الله نكونوا احنا المواسم الجاية يجي الانسان المناسب يعني في المكان المناسب، وتكون الشبيبة ان شاء الله النتيجة افضل من المرتبة السادسة ان شاء الله. هذه بالنسبة للشبيبة القيروانية، المرتبة السابعة، المرتبة السابعة تحصل عليها فريق الدالي الرذيبي جرومبي، الدالية بصراحة مرتبة يعني السابعة ذولي مرتبة محترمة، شفنا يعني استقرار الدالية في الإطار الفني يعني سي أحمد الكيفي عمل موسم ممتاز، الدالية زادة من الفرق اللي ضمنت البقاء ما تقلقتش برشا في مرحلة البلياوت، وبعد في السوبر بلياوت كيف كيف يعني ضمنت البقاء يعني بأريحية نوعا ما، فما زاد حتى في الدالية عبد الله نفس اللي ذكرناه على المنازة، فما استقرار بعض اللاعبين لو نشوفوهم العمود الفقري متاع الدالية الرذيب جرومبيليا مستقر يعني ما تغيرش نفسه، ممكن سنين نقص عليهم جابر ماهوش موجود القات يعني عوضت فيسع عبد الله، فما حاجة ملاحظة الدالية من الفرق اللي تعرف تختار يعني اللاعب كي يخرج عليها لاعب بسرعة تعرف تعوضه باللاعب المناسب واللي ما تصبرش عليه برشا وقت ويرجع فيسع يعاونها، نتصور الدالية مرتبة سابعة، ممكن أنا باش ما نكون صريح ممكن كانت تطمح الماء أفضل تطمح ممكن باش تلعب بمرحلة التتويج، لكن مرتبة سابعة نتصورها مرتبة محترمة وبالتوفيق في الموسم الجاي بالتوفيق إن شاء الله. فما فريق تحصل على المركز الثامن في أول الموسم يعني بالانتدابات اللي قام بها يعني الفريق هذا نس الكل ظنت أنه مش يلعب المرحلة الأولى عديد الانتدابات يلقى روحه في مرحلة يعني مرحلة تفادي نزول اللي بداية كارثية 3 هزائم متتالية، الفريق يضمن البقاء قبل تقريبا 2 جولات أخيرة أو جولة أخيرة فريق النادي الإفريقي. صحيح فريق النادي الإفريقي، علشان بكري قلت شبيبة تضرت شوية، النادي الإفريقي تضر برشا برشا من الفرق اللي تضرت من الفورميول هذه جديدة متاع سبير بلاوت، يعني النادي الإفريقي كان خامس يصبح يعني صار على الجولات الأخيرة من أجل البقاء، بصراحة النادي الإفريقي شفناه أول عام يعني ممكن حتى أفضل رصيد بشري، يعني أول عام كنا نسمع الأسماء ونشوفوا اللاعبين الموجودين في النادي الإفريقي، قلنا من الفرق اللي مش تكون يعني من 3 الأوائل وممكن حتى تكون في النهائيات، بعد فما تدهور في المستوى الإطارات الفنية يعني تبدلت برشا، صارت كثير تغييرات كثيرة في النادي الإفريقي أثرت على المردود متاع اللاعبين، فما لاعبين زادة شفناها في النادي الإفريقي في فترة من الفترات قبل توقف البطولة كانت موجودة ويعاول عليها، فجأة اللاعبين هذم يعني صاروا ما عادش موجودين في الاهتمامات متاع الإطار الفني، فما تذبذب عبد الله في النادي الإفريقي مع توقف البطولة، رجعتني أنه الفريق الخامس والسادس مع توقف البطولة ورجعوا يلعبوا سوبر بلاي أوت، بصراحة فما قلق كبير شفناه لاحظناه في الشبيبة، يعني أول جولة خسرنا مع النجم الرياضي بحق الود والكرم، والنادي الإفريقي كيف كيف يعني عمل الخطوتين الأولى تعثر فيهم، النادي الإفريقي أكثر فريق متضرر من الفورميول هذه، وكان نتصور أنا ما يكونوش راضين يعني مرتبة ثامنة، نتصور النادي الإفريقي يعني الأهداف اللي حطوها أول موسم ممكن من 3 المراكز الأولى كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة للترتيب النادي الإفريقي. المركز التاسع
فريق اللي يضمن البقاء نتاعو قبل بجوله. تحيه كبيره للمدرب نتاعو ابن القيروان سي منصف عينينو اللي منع الفريق اتحاد الانصار. اتحاد الانصار اللي تقريبا قاعد يثبت في روحه في الرابطه المحترفه لكره السله برو، خاصه تقريبا عنده عامين كذا سنين الفريق هذا قبل كي يطلع ينزل في العام، لكن عامين التالي الفريق هذا فهم الاجواء نتاع القسم الاول وعرف كيفاش يثبت روحه. صحيح صحيح عبد الله، يذكرني بالمشوار الاولاني نتاع شبيبه المنازه اول مصعد فريق درشا النادي الرياضي لدار شعبان. بصراحه نحب نوجه تحيه للكوتش منصف يعطيه الصحه، يعني فتره وجيزه نتاع 25 يوم خذا الفريق في فتره صعيبه ضمان البقاء. تحس فريق دار شعبان عبد الله كما قلت انت يعني فهم التدرج نتاع البطوله شنو لازم من الاول، يعرف روحه ما نجمش يصارع من اجل التتويج ما يصرفش، بعد وقت اللي تجي الفتره اللي بها الفائده يعني نتاع تفادي النزول ولا سوبر بلاي اوت يصرف، يجيب اجانب صراحه محترمين، عنده اجنبيين عرف يجيب الاجانب اللي باش يعاون الفريق هذا. وكما قلت يعني من الموسم تو هذا الموسم الثالث اللي نادي دار شعبان موجود في البرو ا، يظهر لي تنجم تكون كان حاجه باهيه ومن الاهداف المرسومه تحققت. عكس الفريق اللي تحصل على المركز العاشر وللاسف في مرحله البراج ينزل القسم الثاني صاحب التتويجات، فريق كبير برشا نجم حلق الواد. صحيح مدرسه كبيره نجم حلق الواد، يظهر لي هو بدا في الـ في الـ في الـ في القسم الثاني يعني اسعف والحظ باش تخل يعني في البطوله هذه نتاع سوبر بلاي اوت. صحيح توا المال قوام الاعمال، يعني نجم حلق الواد والكرم ممكن حسيته ماهوش حاضر يعني محضر للمرحله هذه، لان الفرق الكل شفنا يعني عزت صفوف نتاعها. صحيح توا وقت الرياضه كما نقولوا يعني ديما لازم فما شويه افونتاج بالمال اللي هو تجيب احسن اجانب تحضر مليح. فريق حق الواد ما سعفوش الحظ باش يكون موجود في البرو ا، مدرسه كبيره ذولي مانيش انا باش نحكي عليها يعني مدرسه كبيره، وان شاء الله نتمناو نجم حق الواد يرجع في القريب العاجل المكان الطبيعي. كلمه اخرى خاصه ما نساويش الفريق اللي نزل الملعب الصفاقسي رغم اول مره يصعد القسم الاول والبطوله المحترفه، الفريق الشاب هذا اللي ينزل نتمناو له زاد حظ موفق. صحيح الملعب الصفاقسي تجربه جديده، اول تجربه عاشها في البرو ا، باهي انه الفرق في البطوله تتوزع بين الشمال وسط جنوب مثل جهه صفاقس، ذولي تجربه باهيه ان شاء الله يعاود يصلح من الاغلاط اللي صارت له السنه، وعلاش ليه ان شاء الله في القريب العاجل نشوفوه يرجع البرو ا للملعب صفاقس. ان شاء الله نتمنى له حظ موافق مع عوده مسلم للفريق نجم الرياضي الساحلي صاحب الالقاب النجم اللي نزل موسم الفارط للقسم الثاني، نجم فضل رجالاته نجم يعود لل الرابطة يعني البطولة المحترفة برو ا الموسم القادم مش يكون من بين 10 فرق نجم الساحلي اللي عنده كلمة نجم الساحلي بده يخدم انتو. صحيح نعاودو نباركولو النجم الرياضي الساحلي العودة متاعو للمصاف النخبة، يظهر لي ناس تلمت ووقفت مع بعضها بعد النكسة اللي صارت لهم الموسم الفارط، أكيد مادام النجم الساحلي بسرعة رجع يعني الفريق لول رجع بسرعة في ظرف أشهر للبرو ا، الناس بدات تحضر من توا وبدات يعني فما استراتيجيه وفما يعني موعد فما درس خذاو الدرس من الاغلاط اللي صارت في السنوات الفارطه. ان شاء الله هذاك علاش قلنا البطوله السنه الجايه مش تكون صعيبه شويه بعوده النجم الرياضي الساحلي، ونتصوروا بالموازين القوى يعني اكيد يعني باش ينزل بكل الثقال نتاعو نجم الساحلي باش يرجع لمكانه الطبيعي، هذاك علاش تكون السنه الجايه بطوله مشوقه، وان شاء الله بالتوفيق لكل فرق التونسيه. ان شاء الله بالتوفيق لكل الفرق التونسيه وعشرة فرق اللي باش ياثوا المشهد الرياضي في لعبة العمالقة كرة السلة. هذه كانت حوصلة لأهم ما صار في البطولة الوطنية لكرة السلة، خليكم برانشي على 93 مستمعين الأوفياء. نعم ترتيحة مع الموسيقى ثم راجعين. 47 دقيقة بعد الثمانية رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج 100% باسكت. أكيد كما كنا نحكي منذ قليل على البطولة التونسية لكرة السلة، من كرة السلة فما مقابلة هم المنتخب الوطني التونسي نهاية الشوط الأول حاليا بين المنتخب الليبي وغينيا الاستوائي بالتعادل السلبي 0-0
في مجموعة المنتخب التونسي ويخدم يعني النتيجة ذي فريق منتخبنا الوطني. نذكر نهاية الشوط الأول بين المنتخب الليبي وغينيا الاستوائي بالتعادل 0-0. هذا بالنسبة لكرة القدم. عودة لكرة السلة، قلنا في البرنامج متاعنا حكينا في الجزء الأول على أبرز ما صار في البطولة الوطنية لكرة السلة والترتيب الفرق التونسية. حاليا باش نحكيو على النهائي المرتقب في كرة السلة النسائية اللي باش يجمع هذا الأسبوع بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي ونادي شرطة المرور. الأمل الرياضي بالوطن القبلي كان انتصر مؤخرا على الزهرة الرياضية في نابل، فرق تقريبا 15 نقطة الفريق هذا بعد ما لعب يعني في الذهاب وانتصر، انهزم في الإياب فرق زوز نقاط، والمقابلة الفاصلة كان انتصر في قاعته امام جماهيره على الزهرة الرياضية، وفي النهائي باش يقابل نادي شرطة المرور. وأسبقيت القاعة باش تكون المقابلة الأولى إن شاء الله في نابل، ثم المقابلة الثانية باش تكون بقاعة حلق الواد. سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية المدير الفني للأمل الرياضي بالوطن القبلي سلاح بيبا يوذي، مرحبا بك. مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستضافة. شكرا لك سي الحبيب، اكيد هذه مداخله ثانيه معنا في البلاتو في سبيسيال باسكيت، اكيد متابعه لكره السله النسائيه وفريق خاصه فتيات الامل الرياضي بالوطن القبلي بعد حصولهم على اللقب في الكاس الفتيات من اجل الثنائي والدور النهائي المرتقب امام نادي شرطة المرور. قبل ما نحكيه على النهائي أمام شرطة المرور، مقابلة الفاصلة اللي لعبتوها مع الزهرة الرياضية والانتصار على فتيات الزهرة الرياضية، أكيد برشا تحضير وبرشا استراتيجية خاصة في الموسم هذا اللي باش تتلخص خاصة في زوز مقابلات أخيرة. كلامك صحيح، ورقينا صعوبة في مقابلة دور نصف نهائي، تعرف فريق يفوز بكأس من ناحية ذهنية يطيح، لأنه يعني تجم تقول فرحة ولقب بس وترجع وتركز على مقابلة البطولة، لقينا صعوبة لكن الحمد لله معناتها لافونتاج تاع التيرا هو اللي خلانا دافع كان محمسنا، وتعديت المقابلة الأولى فزنا عليها بثلاث نقاط، مشينا لتونس في الزهرة خسرنا بزوز نقاط، لكن المقابلة الفاصلة الحمد لله البنات دخلنا في تربص لمينا المجموعة الكل وفزنا ب 17 نقطة ورجعت النكهة. تو اللعبات معناتها مركزة على أساس أنه نحب نفوزوا بالثنائي إن شاء الله، لكن الحقيقة في الدور النصف هي تعبنا، لأنه من الصعب أنك فريق فاز بلقب ويقعد ديما يلعب من أجل البطولة، لكن الحمد لله مجهود المسؤولين والإطار الفني واللعبات حطوا معناتها في أفكارهم أنه الموسم هذا موسمنا، وعنا لافونتاج تعطينا كما قلت أنت معناتها المقابلة الأولى باش تكون في نابل، صحيح دور نهائي ان شاء الله الحافز هذا اللي يعني نلعب فوق ميدانا بحضور جمهورنا ان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب. هو الفريق تو اصبح كتاب مفتوح بالنسبه للفرق الكل، خاصه منافسكم فتيات نادي شرطه المرور اللي تعرفوه بالكدا ويعرفكم بالكدا، اكيد كل مدرب باش يحضر المقابله نتاعو كما يلزم، كما قلت انت الاسبقيه باش تكون في قاعه نابل، ولكن تعرف انت سي الحبيب انه المقابلات هذه خاصه في الادوار النهائيه مش باش نشوفوا برشا يعني اللي باش يكون مركز اكثر واللي باش يكون خاصه من ناحيه الدفاعيه اللي باش يعمل اقل اخطاء هو اللي باش ينتصر. هو صحيح كما هذا مثل معروف يقول لك الفينال ما تتلعبش تتفاز، معناتها احنا في دور النهائي يعطينا كما قدمنا مباراه في الكاس تعدينا بصعوبات، لكن المهم في الاخر لازمنا نفوزوا باللقب. الدور النهائي تعرف من ناحيه ذهنيه خاصه وزيد تو مع الطقس كما قلت اللي باش يقوم اقل اخطاء دفاعيه والكرات السهله والتمريرات الخاطئه اللي باش يرتكب اقل اخطاء هو اللي باش يفوز بالمباراه، لكن ناكد لك ان شاء الله ان شاء الله اللاعبين حاضرين واحنا كهيئه فني قاعدين نحضروا في المباراه وان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب خاصه قدام جمهورنا والافونتاج تاع التيران مش مستعدين ان نضيعوه. هو على المستوى الرصيد البشري سي الحبيب ما فماش غيابات. هو الحقيقة مخلين فكرة غلط على الأمل، هو ما ماش غيابات، لكن كان تشوف أنا شخصيا ونقول الكلام هذا نقول نتحمل مسؤوليته كان كلاسيو ليزيكيب أعلى كلاسيو سانكيم من ناحية قيمة اللاعبات ومن ناحية روتاسيون دي جوز تقريبا فما خمسة لاعبات
معدل العمر بتاعهم 20 سنه معناتها ما عندناش افكتيف قوي روتاسيون كبيره، لكن على لعبات عندهم خبره والعزيمه كما قلت قبل صلحت قبل قلت استمراريه الاطار الفني هي اللي خلت الفكره اللي قاعدين طبقوا فيها فوق الميدان هي اللي خلت النتائج هذه تجي. حتى كان قارنوا الامر الرياضي بالوطن القبلي بالمجموعات الاخرى ملعب تونسي السنه قام بست انتدابات، نجم الساحلي تقريبا باربعه ولا خمسه انتدابات، الزهره الرياضيه كيف كيف، نادي شرط المرور الا الامل ما قمناش بانتداب، يمكن انتداب وحيد. قاعدين نلعبوا ببلاطه جمعيه، عندنا لعبات كادات، عندنا ثلاثه جينيور، عندنا زوز لعبات ولا ثلاثه لعبات عمرهم 22 سنه، بعد نلقاو هدى الحمروني 28 ونجم 30 وفاز غدود والكابتن الفريق ريم بن عامر اللي هما فوق 39 سنه و40 سنه، معناتها كان مجموعه صغيره بنات النادي، لكن الاستمراريه في العمل من الموسم اللي فات ليومنا هذا قدرنا باش نسيطروا على البطوله والحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله يكون تتويج بالثنائي باش تعرف عندنا بطوله عربيه وهذا باش خلينا مش ارتاحوا برشا، معناتها باش اذا كان الفينال يوفا لو 15 جوان باش ياخذوا اسبوعين راحه ولو 1 جوي يلزمهم يرجعوا يترناو، معناتها موسم من الحقيقه تعبنا فيه، ان شاء الله التعب هذا ما يمشيش حرام. ان شاء الله ما يمشيش يا حرام. سي الحبيب اكيد كي تبدا الجمعيه عندها مدير فني في قيمتك انت، ونعرفوك اللي دربت عديد الفرق، يعني حاجه باهيه برشا انه النتائج مش تكون كما قلت انت سيطره. وسبقتني في الحديث انه البطوله العربيه كنت باش نسلك على البطوله العربيه اللي باش نظمها من الرياضي بالوطن القبلي ان شاء الله في نابل، اكيد ان شاء الله حظ موفق لك انت ساعه والبقيه اللاعبات خاصه في الدور النهائي، اكيد انه باش تعزوا الفريق بفتيات اللي قادره على الاقل باش تهز شويه خاصة في البطولة العربية اللي باش يجيو يعني فرق قوية شوية. والله الحقيقة أنا دربت عدد فرق لكن الحمد لله طرف خبرة 25 سنة تدريب مكتب. عندي فكرة على الرياضة النسائية يمكن أكثر مدرب رانا الرياضة النسائية. المدرب الوحيد يمكن اللي وقع تتويج في الأكابر سينيور غارسيون وسينيور فيه، شاركت في خمسة بطولات عربية كجوار وكمدرب. عندنا فكرة الحقيقة كوتش عزت زاد تبارك الله عنده علاقات كان يبقى دارس كبيره مع لي جواز اترونجير، قال الحقيقه قاعدين ندرسوا في الموضوع لكن مش بصفه جديه لان مركزين تو على البطوله، اما ان شاء الله بعد ما توفى البطوله باش نقعدوا مع المسؤولين. وعندنا فكره فما جوار التوانسه زاد خممنا فيهم شاقة تدعيمهم للفريق، وعندنا لاعبات اجانب زاد كيف حسب حاجيات الفريق شنو اللي بوست اللي ناقصينه، قاعدين ندرسوا في الموضوع ونشوفوا امكانيات جمعيه. وتعرف انت اذا باش ننظم بطوله عربيه وفي نابل وفي تونس مش باش ننظموها للمشاركه معناتها يلزمنا نكونوا اقل حاجه في البوديوم، معناتها مسؤوليه هذه كبيره ونمثلوا كره السله التونسيه، ونعرفوا احنا كره السله سيدات سنوات الاخرى النتائج نتاعها خاصه مع المنتخب ماهيش حاجه كبيره، دونك يلزمنا نرجعوا اشعاع كره السله النسائيه وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا. وعلى فكره سي الحبيب عندكش فكره على الاقل الفرق اللي قداش من فريق باش يشارك في البطوله العربيه على الاقل؟ والله الحقيقه كان نقول لك يمكن ما تصدقنيش، معناتها عندنا علاقات خاصه مع كوتش عزت، معناتها فما برشا تقريبا يمكن 14 ولا اكثر من 14 فريق يحبوا يشاركوا، معناتها قاعدين يطلبوا يوميا، معناتها تو الاتحاد العربي راس المسؤولين وقع تعيين السيد لطفي البنا هو رئيس لجنة التنظيم البطولة العربية اللي هو بيدو رئيس فرعها في الأمر الرياضي الوطن القبلي، الإجراءات يمكن باش يجيو بعد مدة باش يجيو يشوفوا النزل والأمور التنظيمية وكل شيء، والتقريب من لبنان فما زوز فرق، من الأردن زوز فرق، من سوريا زوز فرق، من مصر زوز فرق، الجزائر السعودية مصر تونس الجزائر المغرب، تقريب تو لحد الآن تقريبا أكثر من 12 فريق يحبوا يشاركوا. وفي تونس شكون الفريق اللي نجم يكون معاكم يشارك؟ والله الحقيقه ما عندي حتى فكره، ما سكيوسيور فما شقة استدعاء فريق تونسي ثاني باش يشارك معنا. مازال المسؤولين هذا الحقيقه ما نجمش نقعدوا خاطر مازلنا ما حكيناش في الموضوع هذا، اما باش يكون فريق ثاني يشارك معنا في الدول العربيه ما نعرفوش بالضبط شكون الفريق اللي حاضر، شكون الفريق اللي يحب يشارك، لان هذا مرتبطه بعديد امور. يمكن قلت كما قلت لك بعد ما توفى البطوله، خاطر ما عندناش برشا وقت راه دون ما توفى البطوله من هنا باش يقعدوا يرتاحوا جمعتين برك، معناتها في الجمعتين هذوكم باش يقع اخذ قرار شكون الفريق التونسي الثاني اللي باش يشارك معنا.
ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للامل الرياضي بالوطن القبلي. يعني خدمه كبيره برشا بصراحه بالنسبه للفتيات، خاصه شفنا نتائج ممتازه مع فرصه كبيره برشا البطوله العربيه اللي باش تنظمها خاصه في قاعه نابل، ونعرفوا الجمهور الكبير المولع بالرياضه خاصه في نابل. وكما قلت انت سي الحبيب انه ما تكونش المشاركه من اجل المشاركه، المشاركه لازم تكون من اجل جني الالقاب. شكرا لك سي الحبيب بيوضي مره اخرى على التدخل معنا في الحياه تفهم. أكيد كان معنا المدير الفني للأمل الرياضي بالوطن القبلي. تسمع فيه سي الحبيب؟ وإن شاء الله الجاي خير. إن شاء الله، شكرا لك، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي الحبيب على كل هذه الإيضاحات. المدير الفني للأمل الرياضي بالوطن القبلي مسلم، أكيد الفريق كما قال سي الحبيب في مرحلة أولى باش يركز على البطولة الوطنية الدور النهائي، وفي مرحلة ثانية على كيفاش أنه البطولة العربية باش ينظمها الأمل الرياضي بالوطن القبلي. يعني الحاجة الباهية أنه الفريق هذايا منظم برشا، كل حاجة ياخذها وحدها، يركز الساعة عنده دور نهائي، ثم كما قال لك أسبوعين باش يحضر، ومازال يعني أكثر من 12 فريق اللي طلب باش يشارك في البطولة العربية. تبارك الله، يعني حاجة باهية برشا أنه كي يبدأ فريق كيف هكا يلعب على تهز الكأس، يلعب على وجه ثاني البطولة، وزيد عنده فرصة أخرى باش ينظم البطولة في قاعته. صحيح والله، كما كان يحكي ذولي سي الحبيب عندهم فترة يخدموا فريق كسوا لاعبين وإطار فني ومسيرين، معناها قاعدين حاطين هدف. شفناه في الفاينل السنة اللي فاتت لما الرياضة بالوطن القبلي ما تواجش بريسك على منوال الاتحاد المونستيري، يعني تحسه ما سلمش ما هبطش دي، قعد استقرار في الإطار الفني، واصلوا يخدموا على رواحهم كما كان يحكي ظل. صحيح الأمل الرياضي بالوطن القبلي عنده انتداب واحد بريسك البقية الكل، يعني بنات الفريق، ويعني من مدة يعني يخدموا مع بعضهم. مباراة صحيح فما تعب مش يكون في النصف النهائي، خاصة انه الملعب النابلي مشي المباراة فاصلة، هذه باش تكون عندها دور في المباراة النهائي. عندهم هدف اللي هو البطولة، تو مركزين على مباراة نادي رياضي بشرطة المرور اللي هي باش تكون يعني بصراحة فاينل ممتاز، اللي ممكن كي نشوفوا الباركور نتاع خاصة فاز الروتور نادي رياضي بشرطة المرور والملعب النابلي بريسك هما أحسن زوز فرق. فينال مش يكون كبير، فينال ما فيهوش تكهنات، وإن شاء الله اللي يكون خير هو الأجدر. بالنسبة للبطولة العربية كما كان يحكي يعني الكوتش محضرين رواحهم، أكيد قال لك مش معناه هدف موش يطلعوا مشاركة، المشاركة يحبوا أقل شيء البوديوم والتتويج، علاش ليه يكملوا صفحة البطولة، وفما يعني استراتيجية مش يتبعوها، فما يشوفوا العدد متاع الفرق المشاركة. باهية باهية برشا هذه البطولة العربية كي تكون بالقيمة هذه، باهية الكرة السلة النسائية اللي هي صار لها فترة ما شفناش، يعني نحبوا نشوفوا تظاهرات كما هكا، نحبوا نشوفوا تنافس كبير، نحبوا نشوفوا مستوى ممتاز يعني بين الفرق خاصة العربية كي تتلم كما هكا. ويظهر لي تونس عندها فترة في كرة السلة النسائية ما نظمتش تظاهرة كما هذه. إن شاء الله بالتوفيق لكل كل فرق الممثلين التوانسة، وبالتوفيق لكرة السلة التونسية. بالتوفيق لكرة السلة التونسية. هذا كان الطرف الأول في النهائي، المدير الفني سيد الحبيب البيوضي. إن شاء الله باش يكون الطرف الثاني بعد قليل مدرب نادي شرطة المرور خليل النجار. لكن قبل ما نشوف الطرف الثاني باش نخرجوا الفاصل الغنائي ثم نرجعوا للبلاتو من جديد. من جديد مستمعينا الكرام، وينما كنتوا تسمعوا فينا على حياة فم 93، واللي يتابعوا فينا على الصفحة الخاصة فيسبوك صوت وصورة أكيد 100% باسكيت. حكينا منذ قليل على النهائي المرتقب لكرة السلة البطولة الوطنية بين الأمل الرياضي بالوطن القبلي ونادي شرطة المرور. كان معنا المدير الفني سيد الحبيب البيوضي. أكيد مسلم مقابلة باش تكون مقابلة كبيرة برشا، خاصة أنه الطرف الثاني نادي شرطة المرور اللي رجع من بعيد. نادي شرطة المرور والأمل الرياضي الوطن القبلي كما قلت بكري يقول من أحسن زوز فرق الموجودين توا في المنطقة. الأمل الرياضي بالوطن القبلي قاعد يحضر في المباراة نتاعو، يعني أكيد
بعد فترة بتاع المباراة البراج ومباراة الفاصلة المباراة الثانية مع زهرة الرياضية. زهرة الرياضية ما ننسيوش عبد الله كما صاحب الثنائي الموسم الفارط اكيد ما يسلم لكش بالسهل في اللقب نتاعو. نادي شرطة المرور فما عامل يعني عامل نقولوا احنا هكا به شويه بارابور للامر الرياضي بالوطن القبلي انه نادي الرياضي بشرطة المرور ما لجاش المباراه فاصله مش يكون يعني مرتاح شويه على الملعب النابلي على الامر الرياضي بالوطن القبلي. اكيد كل مدرب باش يحضر نقاط القوه ونقاط الضعف نتاع الفريق المنافس. كما قلت الفرق الاثنين يعرفوا بعضهم ولعبوا ضد بعضهم حتى في الفاز الاولى يعني وتلقاه ولعبوا كل فريق يعني يعرف الاخر جيد. اللي باش يغلط اقل واللي باش يكون محضر اكثر المباريات هذوما كما نعرفوا مباريات النهائي ما تتلعبش تتربح يعني تعرف ايش تربح. كما شفنا نهائي الكاس شفنا تسابق شفنا التسابق وتلاحق شفنا النجم الرياضي الساحلي خذا الفارق وبعد رجع عليه الامر الرياضي بالوطن القبلي. هذه كما هي كما قلت مباراه نهائي مباراه كل مباراه وحقيقتها كما المباراه الاولى ما هيش هي نفسها الثانيه ما هيش نفسها الثالثه اذا كان فما مباراه فاصله. اللي باش يغلط اكثر اقل واللي باش يكون مركز اكثر واللي باش يعرف يجاري المجريات نتاع المباراه باش يعرف يجاري الافكتيف اللي عنده هذاك هو اللي باش يكون بطل الموسم. وفي الحالات الكل بصراحه يعني الوصول للنهائي في حد ذاته شفنا نادي شرطه المرور في اول موسم تعدى بعديد تقلبات يعني فما صعوبات كثيره تعدى بها النادي الرياضي بشرطه المرور ومن بعد فما استقرار في الاداء في النتيجه شفنا تحسن حتى الترتيب نتاعو فما فرق انهزم معاها في الذهاب من بعد في الاياب رجع وفاز عليها فاز في مباريات صعيبه للخارج الميدان نتاعو. اكيد اللي باش يكون افضل هو اللي باش يفوز بالبطوله. اكيد مسلم نستصبحك حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب مدينه القيروان وما جاورها ثم نرجع نوصل في البرد. رجعنا لكم من جديد في 100% باسكت. اكيد باش نتناولوا توا في الجزء الاخير باش نسلطوا الضوء على ملف الشبان والاستحقاقات القادمه. اكيد ملف الشبان نعرفوا انه الفرق اللي قاعده تشارك خاصه في مرحله التتويج والرزنامه والمواعيد الجديده بالنسبه لهذا الاسبوع عده مقابلات ابرزها المقابله في القيروان بالنسبه لاصغر شباب القيروان اللي باش يواجه النادي الصفاقس. اكيد مسلم صحيح عبد الله رجعنا احنا قعدنا كما الساده المستمعين الكل يعني كل مره نعطيه فورمولا على الليجون عاودت تغيرت مره اخرى لصغر ولا داني حتى يعني يسرعوا اكثر في انهاء الموسم فما تغيرت الفورمولا نتاع البطوله. كنا باش نلعبوا ثلاثه مباريات ذهاب وثلاثه مباريات اياب توا يعني المكتب الجامعي والجامعه قررت انه الفاز هذه نتاع مرحله التتويج تتلعب على دور واحد يعني ذهابك هاو يعني حسب القرعه انت وين مش تلعب يعني ثلاثه مباريات تلعب اثنين في قاعتك البرة ثلاثه. صار الاسبوع هذا تبدا الاداني نتاع الشباب القيروانيه اليوم باش تباراو مع الملعب النابلي في قاعه نابل. نحب نوجه تحيه لولادنا وللمدربين نتاع صنف الاداني سي مروان لغنج ومحمد الحميدي. بالنسبه للاصاغر مع النادي الرياضي الصفاقسي في قاعه القيروان اول مباراه وفي الاول واول جوله في مرحله التتويج تكون هما ثلاثه جولات هذه الجوله الاولى في قاعه القيروان مع النادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله اكيد هذا مع عباره مباريات كاس يعني كل مباراه وحقيقتها كل منافس وحقيقته. احنا مطالبين باش نوريو باسكيت باهيه باش ناكدوا انه علو كعب مدرسه التكوين نتاع الشبيبه والصغيرات هذم اللي ان شاء الله قدامهم مستقبل باهي. نحب نوجه لهم تحيه لاولاد الكل الاولاد الكادي والمينيم الكل والجنيور اللي بصراحه معناها في السخانه هذه معناها تشوف ناس تجي ماضي ساعه ناس تجي ماضي ثلاثه نتاع القايله ناس تجي الاربعه يعني مع في الظروف هذه الصعيبه وناس مجتهده ناس قاعده تحب تطور من نفسها ناس قاعده عندها هدف شخصي وهدف يعني جماعي مع المجموعه. قاعدين نتدرب ونحضروا يعني احنا بالمباريات ولا من غير مباريات قاعدين
نكملوا في بقية الخدمة اللي لازم تكمل الولاد هذم مركزين بالطبيعة على المباراة متاع نهار حدد النادي الرياضي صفاقس اللي هي مباراة المفتاح بالنسبة للنصف النهائي والنهائي إن شاء الله اللي باش يكونوا موجودين فيه. الولاد الكل يعني مركزين حاضرين وإن شاء الله بقدرة ربي في قاعتنا معنا يعني حتى خيار نفوزوا باش نسهلوا على رواحنا إن شاء الله العبور للنصف النهائي. هو أكيد باش نذكروا المستمعين الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا باش نحطهم في الإطار بالنسبة للمقابلات الشبيبة مجموعة متاحة نادي صفاقسي النجم الساحلي سبورتينغ المنسير لقلاوة الشبيبة والنادي صفاقسي في اللقاء الثاني النجم الساحلي وسبورتينغ المنسير. وأكيد أنه اللي يتحصل على المركز الأول هو اللي باش يترشح للدور النصف النهائي. أي عبد الله صحيح هما أربع مجموعات احنا في المجموعة الثانية كل اول مجموعة يتأهل للدور نصف النهائي بالتالي باش نلقاو اربعة فرق الاربعة فرق هذو مش يلعبوا نصف نهائي بطولة ونهائي بطولة هذاك علاش قلت لك مادام فماش لقاء ذهاب وعودة يعني توا حتى الهزيمة يعني لأي فريق لا قدر الله باش تكون يعني تقلق شوية من بعد في الترتيب العام لأنه يعني ما فماش مباراة عودة لأنك انت باش تعوض بها دونك اكيد الفرق الكل مش تكون محضره الفرق الكل باش تتنافس باهين خاصه الشبان بعد عامين راحه الكوفيد يعني قلقت اكثر ما ضرت الوليدات الصغار هذوم خاصه في فتره التكوين باهين المباريات هذوما باش يجيو يعني متاليه باش تخلي المستوى يطلع باش تخلي الشبان يعيشوا الضغط هذه هو شنو يعني باهي حتى مش كان باسكيت حتى الضغط التحضير الذهني التحضير النفسي اللي يعيش يعني سلسله نتاع مباريات ورا بعضها مباريات مهمه هي باش تقوي المستوى نتاع الفريق مش تقوي مستوى اللاعبين باش تقريبا النخبه نتاع اللاعبين في تونس الموجودين باش تباريو ضد بعضهم وبالطريقه هذه ننهضوا بالمستوى نتاع الشبان اللي هما بصراحه نحبوا ولا نكروا من غير شبان ما نجموش نقدموا القدام في اي فريق وفي اي مكان. هو اكيد الفريق هذا سبق لكم وتقابلتوا معه نورمالمون في مقابلة الكأس انتصرتوا عليه فارق 20 نقطة لكن ما يمنعش يعني المرة هذه يعني من أجل الترشح دور نصف نهائي البطولة كل مقابلة حقيقة أكيد فريق المنافس قاعد محضر للشبيبة الرياضية القيروانية وأكيد أنتم تعرفوا المهمة أنه لا قدر الله في صورة الهزيمة يعني تقلص من الحظوظ الفريق ينتصر ثم يركز في بقية المقابلة الأخرى وحسب الربيع اللي في المجموعة متاعكم أكيد أنه باش تنحصر ما بين اثنين وبين جيسكا وكذلك نجم الساحل. والله صحيح عبد الله كلامك بالنسبة نحكي كلامك بالنسبة للفريق اللي ينهزم أكيد باش يتقلق شوية بعد في الترتيب النهائي بالنسبة لبيننا احنا وبين نجم الرياضي الساحلي على الورق بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي فريق محترم عنده ديزيليمون يعني محترمين كل مباراة وحقيقتها لأنه السلسلة بتاع مباريات مش كون وراء بعضها أكيد فما شوية رهيق فما تعرف توا آخر موسم فما اللاعبين صار لهم فترة ما حضروش تمارين يعني بحكم الاختبارات هذا الكل أكيد يرجع بالنظر بعد على يرجع على اللاعبين كل مباراة وحقيقتها هذا أحسن شيء يعني احنا ديجا كما حكينا حتى مع الأولاد كل سؤال المسؤولين يعطيهم الصحة اللي ما همش مقصرين بصراحة في كل صغيرة وكبيرة بين الأداني والأواسط والأصغر كل مباراة وحقيقتها نربح المباراة إن شاء الله متاع النادي الرياضي الصفاقسي وبعد ركزوا في المباراة الثانية بعد ما نكمل المباراة الثانية ركزوا في المباراة الثالثة وإن شاء الله ربي معانا وبقدرة ربي عندي ثقة في الأولاد اللي هم بصراحة صغار في العمر ما كبار في الشخصية وبصراحة ناس تتنفس باسكيت إن شاء الله بالتوفيق للشبيبة الرياضية القيروانية بالنسبة للصغر والأداني أكيد الشبيبة الرياضية القيروانية تنتظروا هذا الأسبوع مقابلة ممتازة جدا أكيد نص صحيح عبد الله بالله نحب معنا نعطيه الرزنامة كاملة يعني بالنسبة للصغر مباراة الأسبوع هذا مع النادي الرياضي الصفاقسي في قاعة القيروان بالنسبة للأداني يعني نفس الشيء نفس الفورميول أربع مجموعة أربع فرق المجموعة متاع الأداني فيها شبيبة القيروان النجم الساحلي الملعب النابلي والزهرة الرياضية الأول من كل مجموعة يعني باش يتأهل الشبيبة مش تلعب المباراة الأولى في الأداني خارج القواعد باش تتنقل النابل ومن بعد تجيها كل من النجم الرياضي الساحلي والزهرة الرياضية كيف كيف يعني بالنسبة للأداني زاد نفس الشيء يعني المدربين قاعدين بصراحة يخدموا في خدمة ممتازة للاعبين مركزين هذيك هي مدرسة كبيرة وشبيبة لازمها يعني تبقى ديما
روبير وتبقى ديما عندها الابجديات والتكوين البيداغوجي الصحيح، التكوين يعني السليم اللي خلينا في ظل المباريات هذم، والا في على المدى القريب ولا على المدى البعيد نلقاو الرياضيات الصغار هذوما يتعول عليهم ان شاء الله في المستقبل. كي نلقاو مباريات شوك يعني مباريات صعيبه كما هذه تلقى وليداتك يعني حاضرين، الاولاد يكونوا كونسونتري ويكونوا يطبقوا اللي ترناوه، يعني تحب ولا تكره اللاعب اللي يشوفه في وسط الاسبوع راه باش يطبقوا. ونحكي خاصه في الفاز نتاع لي جون نتاع الشبان هذوم اللي يراه اللاعب طيلة الأسبوع اللي هو اللي باش يطبقه. راه ما تنجمش انت تقول لي اللاعب نهار اللي يلبس المريول نتاعه في غرفة الملابس يتحول يولي اللي شافه والمستوى اللي تدرب بيه والنيفو نتاع لونترينمون اللي عنده أسبوع كامل هذاك هو باش يطبقه في المباراة. ان شاء الله بالتوفيق للأداني وبالتوفيق للأصاغر وان شاء الله بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لاداني شباب قروان والاصغر. مسلم، نتيجه حنيه هم المنتخب الوطني التونسي المنتخب غينيا الاستوائي يضيف الهدف الثاني اثر ضربه جزاء عن طريق بيكورو، ضربه جزاء هدف الثاني المنتخب غينيا الاستوائي يصبح متقدم على المنتخب الليبي هدفين مقابل صفر. يصبح الترتيب المنتخب التونسي يبقى في المركز الاول 4 نقاط، يعني بطريقه غير مباشره تخدم مقابل هذه المركز الثاني كل من غينيا الاستوائي والمنتخب الليبي ب3 نقاط، والمركز الاخير المنتخب البوتسواني بنقطه واحده، ويبقى المنتخب التونسي رغم تعادل البارح في المركز الاول ب4 نقاط. في الاخير باش نحكيوا على الشبان والاكاديميه شبيبه القيروان المرحوم السيد منصف الشملي. كما قلنا عملنا تحقيق وشفنا يعني تدريبات الشبيبه القيروان، باش نشوفوا الفيديو اللي تدريبات في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان كما قاعدين نشاهدوا. هذه تدريبات الشبيبة الرياضية القيروانية صغيرات هذوما في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، وفي أول موسم بالنسبة للأكاديمية هذه. يعطينا أكثر تفاصيل مسلم على عدد المجازين، لأنه يعني فما شوفنا أنواع من الصغيرات اللي ولوا مغرومين أكثر بكرة السلة. صحيح عبد الله. اوكي بالنسبه للسادة المستمعين نوعوا لهم يعني اعطيتهم على كره السله، بعد استراحه كره القدم شافوا المنتخب التونسي ان شاء الله بالتوفيق. نرجع كيما قلت لك عبد الله بصراحه هذا مولود جديد نتاع اكاديميه الشباب اكاديميه المرحوم منصف الشملي. بصراحه نحب نوجه تحيه للسادة الأخيان، هذا الفيديو مصوره السيد مهر بوحولة اللي هو المسؤول على الأكاديمية، كان ديما موجود معنا في كل حصة، المدربين السيد مروان لغنج خلود العامري وسينادين بعمود، نحب نوجه لهم تحية أعطيهم الصحة الناس كل. بصراحة عبد الله احنا بويسك في قروان يعني معناش صغيراتنا معناش يعني وين نهزوهم، نحب ولا نكره جهة القروان متسمي على الباسكيت، يعني الناس تحب باسكيت، الناس تتنفس باسكيت. فما صغيرات بصراحة ولو مغرومين برشا، وشفنا يعني الأعداد بصراحة والحمد لله برابور يعني أول ما بدينا فما يعني نزيد شوية للعدد فيو أنه فما ناس قاعدة، فما قبيل، فما ناس قاعدة تتابع، فما ناس تسأل، فما يعني الفيديوهات هذا قاعدين يلقاو فيه صداء إيجابي. توا بدينا أول ما بدينا للأكاديمي كانت فما تقريب ما يقارب 15-20 يعني لاعب، مع مرور الأيام فما بصراحة إقبال على أكاديمية الشبيبة اللي هي شافت فما ناس كفاية قاعدة تخدم، فما نظام، فما يعني بصراحة المستوى متاع اللاعبين اللي يجيوا قاعدين يتحسنوا قاعدين يتطوروا شيئا فشيئا. هذاك علاش توا نجي ونشوفوا نقاو فما 45-50 يعني 50 لاعب بويس. توا انه ما عندناش عندنا وقت واحد بالنسبه للكيدز والكبار شوي، يعني الصغار بالكل بيبي باسكت والكبار هذم. شفنا احنا قسمنا الملعب يعني كل نص ملعب وحده مع السلات الجانبيه استعملناهم، حاولنا باش نقاو اكثر سباس. فما جروب نتاع الصغار وحده قاعدين نعلموهم يعني الابجديات، نعلموهم يعني نخليهم ما عادش يخافوا من الكوره، يعرف يتعامل مع الكوره، يعرف يعني ما يخافش يولي يجيك ولا يحب يجي ترينا نغرموه، وخليوه في نفس الوقت نعلموه هو يلعب، هو يعني في مسابقات في
في هكا فوز وهزيمة نعلموه يعني كيفاش يحترم الفوز. سامحني غير قصيت عليك، حتى كي جينا تفرجنا وشوفنا وقت الكواليس اللي ترك زاني بخلف رياض كرة السلة أنه حتى تغرم وهو يلعب، يعني تعمل دو جو بالضبط وتغرمهم وتلقى حتى شفتوا معناه الأجواء الكبيرة برشا بالنسبة للصغيرات خاصة كيفاش قاعدين يدربوا الحاجات هذه لازم يتعلموهم الصغر. صحيح عبد الله، لأنه بصراحة صغير في العمر هذا يعني في ترانج داج هذا يكون الكونتاكت معاه يكون ديما فيزيال، الكونتاكت يكون معاه ديما بالبراتيك. تنجم راهو صغير مش كيما الكبير، تنجم تحكي معاه 10 سوايع ومن بعد ما يشدلكش حتى كلمة. دونك احنا توا ديما باش نغرموهم، الهدف نتاعنا كي نحبوا نوصلوا في الحصة نخليوه سوفور ولا يعني احنا علاش نحطوا له يعني القمع هذا فوق راسه باش يتعلم يدريب من غير ما ياخذ اللوطه. هاكا احنا ما نقعدوش نقولوا له هز راسك هز راسك، خاطر ما معناه كيما قلت لك الصغير والكلام راهو مي معناه ما يدبتيش في ساعة بويسك انه هو معناه مازال صغير. نحطوا له احنا اوبستاكل نخليوه انه ما ينجمش معناها يطبس راسه ويقعد ما يطيحش لوحده. دونك يدريب اوتوماتيكمون يهز راسه. هذه شفناها في بلاصه الجيناج يعني لابدول، لانه يعني تعرف مهمه برشا 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 معناها يشوفوا انه الجيناج ولابدو ما هو بالنسبه للصغير مش مهم اوركو هو تري 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 امبورطون. احنا في قالب لعبه يعني لهنا هكا خدمناها، يعني شكون يخلط قبل شكون يكمل قبل شكون اسرع شكون كذا باش النجمو يعني خليه الصغير ما يقلقش ويحب الحاجه هذيك، خاطر تعرف الصغير في وقتنا حاجه فيها كوره وتمر هذيك هي اللي يحبها. معنى الحاجات هذوما ما تنجمش تغرموا بهم الا ما يكون في قالب انه يلعب ولا انه معناه ينهزم ولا يفوز. يتعلم زيد نعلموه كيفاش يحترم المنافس وقت اللي في وقت ملاقات ما ينهزم في لعبه من الالعاب، يعني يتقبل الهزيمه يتقبل الفوز يكون منظم في الصف. الحاجات القواعد يعني والابجديات المهمه نتاع الاكاديمي، وان شاء الله تكون طالع خير. دخلوهم في اجواء المقابلات الوديه حتى في بعضهم حتى في تظاهرات بليز اكاديمي على الاقل يدخلوا فك الجو نتاع المقابلات. صحيح والله يا عبد الله، احنا تو قاعدين يعني يلعبوا في بعضهم، فما معناه المستوى كي راهو المستوى تحسن يولي يخول باش انه بالنسبه نحكي على مش على الكيدز بصراحه الكيدز مازالوا يعني صغار بيبي باسكت مازالوا معنا ما يلعب ديما سوفورم دو جو. بالنسبه للكبار شويه ولينا نلعبوهم في بعضهم بويسك انه فما مستوى تحسن ولا يعرف يعطي باس يعرف يدريبل يعرف يماركي. دونك ولات فما يلعبوا ضد بعضهم يتنافسوا. بالنسبة للتظاهرات والله إن شاء الله في البرنامج، لأنه تعرف الصغار كانوا يقرأوا وكانت فما انجاجمو والصالة ما هيش فاضية، ومعنى تنجم حتى تحب تنظم تظاهرة ولا حاجة الصالة ما فيهاش وقت. يعني نشوفه في الويكاند فما ماتشوات ليجون وماتشوات سينيور ما نقاوش وقت. إن شاء الله توا جات عطلة وتوا يعني صغار كل مشكون ديسبونيبل. إن شاء الله في البرنامج باش نعملوا يعني فما أكاديميات من قراء مش من القروان يكون نجم واحنا نستضيفوهم كما نجم هما يستضيفونا، وهذا الكل به للصغيرات موتيفاسيون منه يتعرف على اصحابه البرة ومنهم يعرف بعضهم اللي هما نهار اخر بشوفوهم بالازياء نتاع الشبيبة، لان هي اكاديمية الشبيبة. صحيح فما جانب من الترفيه جانب من يعني انه فما كل صغير والهدف نتاعو، اما احنا ديما سيليكسيونيو فرصة باش الناس كل تعمل كرة السلة، اما احنا سيليكسيونيوهم بعد الناس اللي هي باش تكمل في الباسكت تكون اورينتي باش تدخل اللي بنجاما واللي كول نتاع الجيسكا. هذاك علاش ان شاء الله في القليل في الايام القادمه ان شاء الله باش نشوفوا تظاهرات بالنسبه لاكاديميه منصف الشمل، تظاهرات ولا دورات باسم المرحوم منصف الشمل. اكيد فما ملاحظه مسلم باش لاحظها حتى لعبت كل لحظتها، ما تراش انه علاش انت قلت 45 كان ينجم يكون عدد فوق 100 200، تراش انه التوقيت فما يترانيو في الليل يترانيو فما 8 فما 9 نتاع الليل، وفما اولياء ما ينجموش يجيبوا صغيراتهم في الليل، فمش كان يسكن بعيد فما اللي يخاف يقول باش نحطوا غادي باش نرجع له. تراوش انه التوقيت ممكن خلينا نقولوا خلى برشا عباد مغرومين بكره السله صغيراتهم ما يهزوهمش للقاع. والله يا عبد الله صحيح يكون بالنسبة أقل، لأنه أنا اللي لاحظته ممكن فما جانب معناها نسبة أنه التوقيت عنده دخل، أما راهو فما برشا ما يحبوا الويكاند تبقى فاضي. نعرفوا احنا توا الأغلبية متاع الليجون متاعنا ولا يقراوا في المدارس الخاصة ولا تكون حصص دعم السبت، ولا فما شكون يسافر تخليه الويكاند تخليوش مربوط البارون بالسبت ولا حد ينجم يمشي معناها يشارك فيهم. وفي نفس الوقت احنا اخترنا الوقت هذا لأنه غصبا عنا، علاش؟ لأنه الصالة ماهيش ديسبونيبل، الصالة من 6 متاع الصباح
الصباح لعشرة ونص متاع الليل. فما كان الوقت هذا اللي هو وسط الجمعة برشا أولياء استحبوا الوقت هذا. علاش؟ يقول لك أنا صغير نحبه يتفرهد وسط الجمعة وسط القراءة. يعني أنا كي نهار ثلاثة والأربعة كنجيبه من سبعة ونص للتسعة يوم تغدى واصبح لي في فورما يكمل لي الجمعة لازك الشارج للشحنات السلبية الكل تخرج. يقول لك أنا السبعة ونص يروح من الليسي البارون نجم يكون روح من الخدمة نجم يوصله يرجع به في وسط الاسبوع وتقعد الويكاند الويكاند فاضي. علاش؟ خاطر عبد الله تبدا فيهم ماتشات شوبان ولا حاجه راهي الاكاديميه تتلغى. يعني ديما الاولويه للاكابر وللمباريات الرسميه كما تعرف هوندو هوندو باسكيت وبنات اولاد. احنا رانا ديما ملتزمين اي اكاديميه موجوده في الصاله راهي ملتزمه بالتابلو بالوقت نتاع الصاله. وان شاء الله نلقاو فرصه باش نلقاو معنا وقت خير. توا الصاله مش تفضى ان شاء الله يتغير معناها البرنامج وتغير كل شيء. اما في فتره الموسم ما يسال ان شاء الله لي بارون يستحملوا معنا شويه. بون فما الحقيقه فما شكون راضي بالوقت ومساعده الوقت هذا. وان شاء الله كل ما نلقاو فرصه باش تكون خير ماذا بينا احنا نوفروا الظروف المناسبه لكل. هو ذاك علاش حبيت نوصلك بحاجه مهمه جدا انه ما تراش انه مسلم حان الوقت توا انه تكون فما قاعه اخرى تليق بالولايه القيروان 700,000 ساكن في الراو يعني يدربوا جميع الاصناف فيها كرة قدم كرة يد كرة سلة في وقت ما كرة الطائرة لجون. يعني ما تتحملش الصالة اكثر كما قاعدين نشاهدوا صالة قديمة لازم القرون على الاقل قاعة اخرى على الاقل باش نجموا نشوفوا الصغيرات هذوما. لما لا حتى يصير استثمار شفنا تو ديز اكاديمي يعني خواص يعني يوصلوا يعملوا استثمار في الصغيرات هذوما. انا نعرف شكون في تونس يعني عاملين استثمار منو بيسين منو كيفك وهما طالبوا مركب كامل هما طالبوا ينجموا يلعبوا مقابلات ودية حتى في القرون مع ليز اكاديمي تاعنا ونجموا حتى نسخوا مملتهم يجيو بحذين ولا يمشيو بحذين. هاو الاستثمار الصحيح وين؟ هاو اذا كان نقول نحن ما نجموش حتى كان باش نوفروا الحاجات هذه نجموا حتى الحب في كل الرياضه هذيك نوفروا ابسط الحاجات. صحيح والله يعطيك الصحه عبد الله. بصراحه كيفاش نقولوها النقطه اللي توجع في القروان صحيح. بصراحه راهو نشوفوا الجهات اللي قربت لنا الكل نشوفوا يعني الولايات اللي عندها متسميه بالباسكيت شوف تقى فيها سالة اثنين يعني نشوفوا الستير سوسه نابل يعني احنا عندنا حمامات احنا عندنا قاعه واحده. بصراحه القاعه هذه تحل السته نتاع الصباح. بالمناسبه نحب نوجه تحيه للمشرفين على الصاله الكل اولاد الكل يعني بصراحه فريق ممتاز بقياده عم الناصر الربعي هو اللي مسهل لنا. راهو عبد الله نشوفوا سالات اخرين ما تحلكش السته نتاع الصباح وما تنجمش تخدم وما تنجمش تراني وما تراش النظافه هذيك وما تراش الهواء هذيك. بصراحه حان الوقت نتمنى السلطات المعنيه والمشرفين على الرياضه والمنشات الرياضيه الكل. بصراحه الصاله راي عليها شارج كبير كما قلت انت يعني كره طايره كره سله كره اليد وفي وقت ملاقات كانت كره القدم داخل القاعات صحيح. يعني بصراحه ضغط كبير على الواحد. وفي نفس الحاجه اخرى اللي تزيد الطين بله عبد الله انه حتى الملاعب الخارجيه نتاعنا راهو حاله ينده للجابين. بصراحه ملعب خارجي ما فيهوش حتى اضعف الايمان يعني موش مأمن. الملعب هذا نشوفه فيه يعني ناس خارجة على الرياضة ما عندك حتى شيء انك تقدر تخرجه لانه موش تابع الشبيبة. الملعب هذا تابع الرياضة للجميع. نتمنى في الايام القادمة لانه الرياضة صارت انفستيسمون توا في الوليدات الصغار الشباب هذا متاعنا باش نحفظوه. نتمنى السلطة المعنية يجي نهار ويجي الضوء القروان ونراو صالة أخرى على الأقل إن شاء الله. مسلم في الختام قبل ما نختم شنو تحب تقول؟ والله يا عبد الله هاك فكيت نحب بالنسبة للمشرفين على الأكاديمية واللي السنة بعثوا الأكاديمية نحب نوجه لهم تحية لكل المسؤولين الكل اللي زادوا المولود الجديد هذا كل من ساهم من قريب ولا من بعيد في نجاح الأكاديمية هذه وفي بعثان الأكاديمية هذه. نحب نوجه لهم تحية المسؤولين الكل باش ما ننسى حد ما يتغشوش علينا. نوجه تحية لأمي وبابا نوجه تحية للفريق العام معانا اللي بصراحة تعبناهم معانا. وإن شاء الله الموسم الجاي ملتقانا إن شاء الله سبتمبر الجاي وإن شاء الله نحب نسلم على الناس اللي يعرفوني الكل وإن شاء الله نوعدوهم اللي السنة الجاية البرنامج هذا باش يكون نقلة نوعية وحاجة خير إن شاء الله نخليهم شوقيين إن شاء الله. برشا مفاجئات إن شاء الله في يعني خلينا نقولوا في البرنامج باش يرجع في سبتمبر مع عودة البطولة الوطنية. برشا أفكار برشا حاجات جديدة إن شاء الله باش تعجبكم في عالم كرة السلة. تحية كبيرة برشا الجنود الخفية أيمن ليغا في الإخراج التقني المايسترو سيف الدين بولعريس اللي تعبنا اليوم وكذلك الجنرال أيمن ليغا اللي خدموا معنا وتعبوا معنا طيلة البرامج الكل. هكا وصلنا لنهاية
البرنامج 100% باسكت. عبد الحتاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في برامج جديدة. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. 100% باسكت. 100% باسكت. نتائج تحاليل، استجوابات، تصريحات واستضافات. برنامج رياضي خاص بكرة السلة يهتم بالرياضة المحلية، الجهوية والوطنية مع عبد الله الحطاب على الحياة فام.